تحية لكل مشاهدينا الكرام، هذه التحية مقدمة لكم من فريق عمل برنامج شاهد على الرياضة، الذين يتمنون إن شاء الله دائما وأبدا ما يقدمونه لكم ينال رضاكم واستحسانكم. أولى فقراتنا مشاهد الكرام حفل افتتاح البطولة 12 للأندية أبطال الدوري لكرة السلة لدول مجلس التعاون الخليجي 5 يناير 1991، وعلى صالة نادي الهلال السعودي بمدينة الرياض، ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد آل سعود رحمه الله، رئيس العام لرعاية الشباب رحمة الله عليه. 5 يناير ومشاركة دولة الكويت، يعني الاحتلال العراقي لا يزال قائم محتل الكويت، لكن أبناء الكويت والقيادة السياسية والأخوة في المملكة العربية السعودية وعلى في الجانب الرياضي وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الله يغفر له الأمير فيصل، أن تشارك الفرق الكويتية في مثل هذه الأمور للتأكيد على وجود دولة الكويت، وهذا شيء مهم مشاهد الكرام. عموما البطولة بالفترة من 5 إلى 10 يناير، حفل الافتتاح عبارة عن شنو؟ حضور رؤساء الوفود المشاركة وعدد من الشخصيات الرياضية وممثل الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز الجلال، ودخول المنتخبات المشاركة، تلاوة من آيات الذكر الحكيم، كلمة سمو الأمير نواف بن محمد آل سعود رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وكلمة رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي السيد إسماعيل القاو، وكذلك رفع علم الدورة والإذان ببدء المنافسات. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو والأمراء، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لعله من محاسن الصدف أن تقام هذه البطولة في رحاب أرضنا الطاهرة، وقد عادت الكويت كما كانت حرة أبيها. وعضو فعال في الجسد الخليجي الواحد، بعد أيام صعبة كشفت للعالم وحدة وتماسك أبناء الخليج وأصالة معدنهم، فعاد الحق لأهله ورد كيد المعتدين إلى نحورهم خاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمو الأمير نواف محمد رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ممثل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد راعي البطولة، أصحاب السمو الأمراء والسادة الضيوف، سعادة الدكتور عبد العزيز جلال ممثل الأمين العام لمجلس التعاون، السادة رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة السلة والأندية والوفود المشاركة في البطولة، الجمهور الكريم، باسم اللجنة التنظيمية لكرة السلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحييكم أطيب التحية وأرحب بكم لحضوركم ومشاركتكم في هذا الملتقى الرياضي. كانت هناك عندنا بطولات مشاهد الكرام اسمها بطولة المحافظات، سواء القدم أو السلة، وكان شيء طيب يعني حي كل محافظة تنشط أيضا استعدادا أو تقيم مثل هذه الدورة أو مثل هذه البطولة. عام 1992 16 إلى 21 فبراير كانت بطولة المحافظات 1992، وكانت كرة السلة، كانت المباراة بين الجهراء وحولي، يعني محافظة الجهراء ومحافظة حولي. النتيجة كانت 85-82 للجهراء، وأقيمت المباراة بتاريخ 16 فبراير 1992. مثل الجهراء هيثم شريف، فيصل سالم، محمد مصطفى، أنور محمد، فيصل صالح، عمر قصاص، باسم محمد، فرج أحمد، حمود فالح، حمد سلمان، حناوي برجس، فهد عبد الرحمن، والمدرب وليد المحارب. نشوف هذه الأسماء، ما هم أسماء مثل لاعبي منتخب الكويت أو لاعبي الأندية، ومو معناته ما يحق لهم يشاركون، لا يحق لهم يشاركون، لكن لاحظ أنهم غير لاعبين الأندية. بينما مثل محافظة حولي كل من عدنان إبراهيم، خليل محمود، خالد سليمان، فيصل برسلي نجم نادي القادسية ومنتخبنا الوطني، لكن مشارك عبد العزيز علي، مشعل محمود، عدنان عبد اللطيف أيضا كذلك نجم نادي القادسية ومنتخبنا الوطني، محمد خلف، طارق برسلي، سعود الرباح الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين نجم نادي القادسية ومنتخبنا الوطني، ناصر الشمالي، هشام الرويح أيضا نجم نادي القادسية، المدرب أيضا الكبير فهم الخضرة وهو أحد نجوم كرة السلة ونادي القادسية. ويحكم هذه المباراة الحكم الدولي زيخ من بولندا وخليل إبراهيم من الكويت. رقم 8 عبد العزيز جاسم من حولي مع الكرة، عدنان عبد اللطيف، خليل خواري، سعود الرباح. محافظة جارة يلعبون رجل لرجل، في خطأ على اللاعب رقم 13 عبد العزيز، محافظة حولي، كرة مع عبد العزيز، ما زال الجهرة يلعب رجل لرجل مثل ما هو واضح بالشاشة. فيصل برسلي، رويح، فيصل، تصويبة ترتد من الحلب، ياخذها فيصل، فيصل الجهرة، في فيصل بالغادسية، فيصل بحولي، وفيصل بالجهرة. محمود إلى فيصل، تصويبة من عمر، ترتد، أخذها برسلي. عبد العزيز، هجمة مرتدة،
الوهيب خالد دخول على السلة وتنقطع الكرة ياخذها فريق الجهرة. فيصل إلى عمر وداخلها ترتد من الحلق، ترتد كرة من الحلق، وقت مستقطع لفريق الجهرة. نزل عدنان إبراهيم وفهد وطارق بروسلي، نزلوا إلى الملعب من محافظة حولي. كرة مع الجهرة، أبو سعدة 20 ثانية باجي الكرة مع الجهرة، هل يستطيع سجل الجهرة أم يخطفها حولي؟ نشوف أبو سعدة ومن ثلاث نقاط أبو سعدة، ترتد الكرة من الحلق، هيثم متابعة، هيثم وترتد مرة ثانية، ثلاث ثواني، ثانيتين مرويح وثانية ويطلق ميقات المباراة. نهاية الفترة الأولى وثلاث نقاط لمحافظة حولي مع نهاية صفر. لاحظ رويح شات الكرة بالهواء وفعلا الحكم زيخ البولندي كان رافع ايده، معناها ثلاث نقاط لحولي. بانتظار كرة الغبس كرة الغبس بدأت الكرة مع الجهرة، أبو سعدة فيصل، أبو سعدة في خطأ على اللاعب. 22 نقطة لصالح الجهرة فرق. فيصل أبو سعدة دخول حمد ومتابعة من أنور، تنقطع الكرة وتطلع كرة برا الملعب أوت لأنها لمست حامل الحلق، طالما لمست الحامل الحامل يعتبر برا الملعب. كرة مع عبد العزيز، عبد العزيز حولي الرباح، الجهرة يلعب مان تو مان رجل لرجل نفس الطريقة اللي بدأها في الفترة الأولى، والتصويبة من رويح ويتقدم حولي 24-23، خمس نقاط لصالح حولي ومتابعة الجهرة أخذ الكرة، خمس نقاط الفرق والجهرة مع الكرة تنقطع من أبو سعدة يأخذ الوهيب، الوهيب يأخذ الكرة إلى طارق بروسلي تحت السلة المهدود ما حد عنده وسجل نقطتين 92 حولي 85 الجهرة، 15 ثانية باقي، حمود ثلاث نقاط ترتد متابعة وتطلع كرة برا الملعب أوت لصالح الجهرة. حلوة المباراة اشتدت وصارت حلوة حقيقة، منافسة جيدة بين اللاعبين، مستوى متقارب، مباراة حلوة جدا. الجهرة أبو سعدة يصوب ولا لا؟ إيديش فعلا صوبة ترتد، ياخذها حمود فهد، فهد ثانية واحدة بادي، وأعزائي المشاهدين يطلق ميقات المباراة، صفارة معلنة نهاية المباراة بنتيجة 92 حولي مقابل 85 الجهرة. مبروك لمحافظة حولي وهارد لك لمحافظة الجهرة وحظا أوفر في المباريات القادمة. أعزائي المشاهدين وهكذا بطولة كأس التحرير الدولية للكاراتيه 1993 بعد التحرير حقيقة كثير من الاتحادات خذت على عاتقها أن تقيم حقيقة بطولات على كأس اسمه كأس التحرير، وهذا شيء طيب أيضا تذكيرا لكل أبنائنا لكل شعب الكويت لكل الشعوب العربية. شنو الهدف من هذه البطولات؟ كأس التحرير، كأس التحرير من الغزو العراقي الغاشم. أقيمت المنافسات بتاريخ 19 فبراير 1993 على صارة فجحان هلال المطيري بنادي القادسية وتحت رعاية الأمير الوالد الله يغفر له الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، وحضور الشيخ مشعل الجراح الصباح عندما كان رئيسا لاتحاد الكاراتيه. شملت المنافسات مشاركة عدد من الدول الخليجية والعربية بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا، تصوروا
يعني عدد من الدول العربية بذكرهم لكم إضافة إلى بريطانيا وفرنسا، وهي رسالة أيضا ترى لما نوجه الدعوة إلى هذه الدول رسالة جزاهم الله خير. نذكر بعض المواجهات على سبيل المثال: للحصر عارف ناصر من الإمارات، محمد نور شمسة من سوريا، عدنان ناصر من الإمارات، سامر حلبي من سوريا. تأهل المنتخب السوري إلى دور الأربعة، وشملت مواجهات جمعت منتخب الكويت بشقيقه السوري ولقاءات أخرى ما بين منتخب إنجلترا ونظيره الفرنسي. وترى للعلم رياضة الكاراتيه ترى متقدمة في الكويت ولها تاريخ مميز على مستوى آسيا، وليس فقط على مستوى العالم العربي أو على مستوى دول مجلس التعاون، لا حتى على مستوى آسيا أعتقد يعني له مكانة كبيرة هذه الرياضة. آمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون فعلا حتى الآن، وإذا ما كانت يجب أن نعيد النظر في مثل هذه الرياضات. عمل حركة كانسلي رأفت لكن تأخر في توجيه الضربة باليد في حالة سقوط رأفت، ولا كان لو كانت الضربة تنفذت كان وصل على حصل على نقطة كاملة. إيبون سريع سريع، رأفت لاعب جيد وسريع، واللي يميزه يلعب إيده وريلة. يتميز رأفت بأنه يلعب بإيده وريلة بصورة جيدة ومتمكن. يحصل على الجولانجيري، لأنه ضرب رجله إلى رأس اللاعب الإماراتي. وجه ضربة قوية إلى وجه اللاعب رأفت. يبدأ في الدخول للمجال العالمية دلوقتي، هو بطل خليج بطل عربي، لازم نخش في المجال الاسيوي ونحقق بعض النتائج الطيبه ان شاء الله. احمد لاعب ذكي، لاعب مواظب، مهذب جدا، مطيع، ودي نقطه كامله. ايبون دي حركه مركبه من الحركات اللي حضرتك وانت معانا في التدريب كنا بنشتغل عليها. اللاعب الذكي هو ما يطور نفسه باستمرار، لان لعيبه الدول العربيه كلهم عارفين بعض، لازم انا اطور نفسي بصفه دايما. نعم صحيح. الآن حصل أحمد على إيبون وأصبحت نتيجة 3-2 لصالح الفريق الكويتي. مبروك لأحمد، تفوقها بإثنين ماتش لصفر الناحية الثانية. طبعا نعم. الماتش نعم. خمس لقاء الناشئين من اللاعبين قدروا أن هم يصلوا للمستوى فنيا يعتبر فوق 70%. نعم. ده في حد ذاته في رأيي إنجاز كبير إن شاء الله. نعم. أنا أعتقد كابتن عاطف من بعد هالبطولة يمكن طبعا في برنامج للمنتخب إعداده من أجل المشاركة في بطولات، بس أعتقد أن اللاعبين راح تتغير نظرتهم، يعني خاصة اللاعبين اللي شاركوا في البطولة لأول مرة ويشاركون مع المنتخب. أنا أعتقد يعني النفسية والحالة الروحية للاعب راح تتغير ويحس كأنما يعني يكون له حافز أنه يشارك أكثر. طبعا هذا يعتمد على دفع المدرب وبرنامج التدريب الموجود في الاتحاد. فشنو البرنامج المستقبل الآن موجود؟ الآن طلال الزمنان مع سامر الحلبي يلعب. طلال الزمنان معروف وبطل وزن 60. فشنو عفوا كابتن البرنامج اللي الموضوع بالفترة القادمة؟ لو باختصار حتى لو احنا دلوقتي قدامنا أكتر من بطولة، في بطولة الشباب غالبا هتكون في دمشق إن نعم. شاء الله. خلال الشباب اللي على اي مرحله الاسيويه نعم نعم. بعد كده المملكه العربيه السعوديه بتستضيفنا خلال شهر 10 اكتوبر في بطوله الالعاب العربيه، وكان الزميل صالح بيقول لي احنا مجهزين لكم فريق جامد جدا، خلي بالكم اذا كنتوا انتوا خدتوا بطوله الخليج مننا نعم. هنحاول ما تروح ما راح تروح منهم، انما هو قاعد جنبي وبيضحك بقول نعم. برضو ان شاء الله احنا اخوات وحبايب نعم بس هنكسبكم. طبعا انتهت خلال اليومين الماضيين تصفيات الفرق في الكاتا الفردي والفرق وكوميتيه تحت 60 كيلوغرام وتحت 70 كيلوغرام، هذا في اليوم الاول يوم الاربعاء.
أما يوم الخميس أمس فكانت التصفيات للأوزان التالية: تحت 65 كيلوغرام، تحت 75 كيلوغرام، تحت 80 كيلوغرام، والوزن المفتوح. والفترة المسائية كانت كوميتي للفرق. واليوم كما ذكرنا راح يكون انتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين، عفوا بين اللاعبين طلال الزمنان من الكويت وسامر الحلبي من سوريا. فإذا الفريق الكويتي راح يصعد الى المباراه النهائيه، ومبروك، الف مبروك للفريق الكويتي. الف مبروك الحقيقه، واحنا نقول في هذه البطوله وفي هذه المباريات نعتبر احنا الخاسر فايز، ما صح. في خسران في هذه البطوله، لان عارفين بطوله عزيزه علينا كلنا طبعا، وهي باسم التحرير، وهذا شيء حقيقه الهدف اللقاء، وطبعا التعارف والاحتكاك ورفع المستوى العربي. نأتي إلى الدوري العام لكرة اليد موسم 94-95، ولما نتكلم عن كرة اليد نوقف شوي. نعم، يجب أن نقف. إحنا شاركنا في أولمبياد موسكو 1980، إحنا وصلنا إلى نهاية كأس العالم ما يقارب يمكن 4 مرات. ندل على شيء، إنما يدل على اهتمام الاتحاد الكويتي لكرة اليد، وكذلك اهتمام الأندية الرياضية بهذه الرياضة. هل ما نزال؟ ما أعتقد. رياضة كرة اليد في فترة زمنية كانت تنافس كرة القدم بالحضور الجماهيري. لما تكون هناك مباراة بين العربي والسالمية، بين القادسية والكويت، بين كاظمة وخيطان، بين النصر وصليبخات، كل هذه الأندية كانت مميزة في عالم كرة اليد. 8-9 أندية 10 أندية تتصارع على هذه البطولة، بطولة الدوري أو الكأس. فعلاً رياضة أخذت مكانها، وتأسس الاتحاد الكويتي عام 1967. قبل تأسيس الاتحاد ترى كانت هناك رياضة مدرسية بدينا فيها أيضاً في الرياضة المدرسية، مثل كرة القدم والسلة والطائرة والجمباز والألعاب، هذه كلها رياضة مدرسية يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن نعيد النظر. هذه الرياضة يجب أن نوصل فيها إلى العالم مثل ما وصلنا، أخذنا كأس آسيا ووصلنا إلى كأس العالم، فيجب أن لا نتردد حقيقة في النهوض في هذه الرياضة. عموما، مباراة بالدوري بين خيطان وصليبخات، خيطان يفوز على صليبخات 28-26، يعني رقم ترى مو شوية، عدد الأهداف رقم كبير يعتبر. مباراة قيمة تاريخ 21 فبراير 1995، مثل خيطان ماجد سلطان، محمد عبد الله، عاطف عبد القدوس، عبد الله حسين، بشار عبد الله حسين، هذا الآن من أفضل مقدمي البرامج موجود عنده، ويقدم برنامج كرة اليد، وهذا شيء طيب. بشار خليل، إسماعيل عبد القدوس، سعود عبد العزيز، عبد الجليل إبراهيم، جاسم محمد، مشعل جاسم، وعائلة عبد القدوس ما شاء الله 7 لاعبين، بس 5 ذيلا متميزين في عالم كرة اليد، و2 في عالم كرة القدم. عبد الجبار عبد القدوس نجم نادي الكويت حقيقة، مهاجم مميز في كرة القدم. حمد حارس مرمى بالنادي العربي، لكن انه وصل الى نجوميه اخوه، شو اسمه؟ عبد الجبار لا، وصل الى نجوميه اخوانه في كره اليد، لا حمد حارس مرمى اوكي جيد وممتاز، لكن ما هو بنجوميتهم، وهذا ليس تقليل من شانه، ما اقلل من شانه. عموما، مثل صليبخ ايضا خالد محمد، خليفه خاطر، عباس طه نجم، عباس طه، علي جاسم، انور صقر، سمير محمد، رياض سالم، فايز عودة، محمد زيد، محمد جبر، وخضر محمد، أسماء ترى لامعة أيضا، هذين بنادي الصليبخات فعلا أسماء لامعة. أدار هذه المباراة الحكم يعقوب الخرس، وحكم ثاني شاكر أبل،
انتهى الشوط الأول بالتعادل الفريقين 12-12، يعني 12 هدف 12 هدف. رمية البداية كرة مع نادي خيطان الرياضي، بدأت المباراة اسماعيل عبد القدوس للجناح 17 عبد الله اسماعيل عبد القدوس عبد الله حسين جناح 3-3 بالهجوم نادي خيطان. عبد الله يصوب حسين ومرتدة رمية جانبية. سمير محمد لخالد اخوه خالد تصويبه وفي دخول خاطئ، في دخول خاطئ على سمير محمد طالب. نبيل ماسك عبد الله حسين عبد الجليل البلوشي راح يصوب، صوب وفي دفعه وفي فاول وفي كرت اصفر. حكم يعقوب الخرس حكم الدولي يعطي كرت اصفر. خيطان طبعا يامل في انه ياخذ النقطتين هذيلا على اساس انه في المربع الفضي اللي هو المربع الثاني من يهبط الى الدرجه الثانيه يكون هو متصدر هذا المربع لكي يبعد عن منطقه الخطر. عكسيه عبد الله حسين من حقه راح يكمل، كمل وصوب مجهود فردي باختراق وتصويب على يمين محمد يابر وهدف. كورتين متتابعتين لعبد الله حسين، شوف مجهود فردي مرر زميله غير رايه في الاختراق وتصويب وهدف. 19 خيطان 17 صليبيخات كثف خيطان هجومه، 24 خيطان 23 صليبيخات. عكسيه خالد محمد طالب من حق عباس طه خاطره، خاطره ولوب وهدف ويتعادل عباس طه صليبيخات في الدقيقه 25. شوفوا تمريره جميله جدا من خالد محمد طالب ولوب جميل 24-24 في الدقيقه 25 باقي 5 دقائق 24-24 في دقيقتين من حقه إيقاف مؤقت. سعود المذن عبد الله حسين وطلع صليبيخات يلعب بطريقه خطره اخر كره وهدف. هذه اخطر كره اخر ربع دقيقه وطلع رجل لرجل عبد الله حسين خبرته لزميله محمد المبايعي وهدف خطير وفارق هدفين. صعوبه العشر ثواني الاخيره عباس طه يصوب وماجد يصد وصفر صفر. حكم اللقاء معلن نهايه لقاء صليبيخات وخيطان بفوز خيطان 28-26. من الكويت نذهب الى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورسالة الوفد الإعلامي لتلفزيون دولة الكويت والتصفيات كأس العالم مرحلة الإياب 1994 المجموعة الخامسة المرحلة الثانية. رسالة أيضا يعدها الأخ العزيز عز الدين البالول كان زميل لنا مثل ما قلت لكم، تقديم محدثكم محمد المسند، إخراج حبيب لشتي مخرجنا المميز حقيقة، وإشراف عام الأخ محمد زكريا سالم. أيضا زكريا كان مديرا للقناة الثالثة تلفزيون دولة الكويت ومن ثم تقاعد. نذكره بالخير دائما، وكل أخوة زملائنا لابد أن نذكرهم بالخير لأن كلهم لهم بصمات وليس بصمة، كلهم لهم بصمات سواء مذيعين أو مقدمين أو مصورين أو مخرجين أو إداريين، كلهم نذكرهم بالخير دائما وأبدا. عموما محتوى الرسالة مشاهد الكرام عرض نتائج المرحلة الأولى
عرض لقطات مباراة الكويت وماكاو 10 أهداف مقابل هدف واحد. أنا ما أدري شلون سجلوا علينا هدف، يعني جايبين 10 أهداف وسجلوا علينا هدف، مع احترامنا وتقديرنا يعني. مباراة السعودية وماليزيا، تقديم مباراة السعودية وماكاو، الكويت وماليزيا على استاد الملك فهد الدولي، عرض تدريبات منتخب ماليزيا زائد مقابلة المدرب كيم ووردان، وهذه ما تضمنه أو تضمن الرسالة، عرض تدريبات منتخب الكويت مقابلة مع مدير الفريق حمود فليطح، وعرض ما تداولته الصحف المحلية والخليجية حول أولى مباريات المرحلة الثانية. هذه ما تضمنته رسالة تلفزيون دولة الكويت من الرياض. أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم بكل خير. الوفد الإعلامي لتلفزيون الكويت يحييكم ويقدم لكم رسالته الخاصة بتصفيات المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم 1994. وبعد أن انتقلنا من كوالالمبور عاصمة ماليزيا إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لتبدأ المرحلة الثانية من هذه التصفيات، وبعد أن انحصرت أيضا هذه التصفيات بثلاث فرق: المملكة العربية السعودية الشقيقة، ماليزيا والكويت، ولكل منهما 4 نقاط، بينما ابتعدت مكاو عن هذه المنافسة، وذلك لعدم حصولها على أي نقطة. هذا وقد أقيمت خلال المرحلة الأولى للتصفيات 6 مباريات أسفرت نتائجه على التالي: فوز المنتخب السعودي الشقيق على مكاو 6-0، تعادل الكويت وماليزيا بهدف لكل منهما، تعادل السعودية وماليزيا بهدف لكل منهما، فوز الكويت على مكاو 10-1، تعادل السعودية والكويت بدون أهداف، فوز ماليزيا على مكاو 9-0. وقد شهدت مباراة المرحلة الأولى 36 هدف بمعدل 5 أهداف لكل مباراة، ويعتبر هذا المعدل من المعدلات المرتفعة في المباريات الدولية. وشهدت مباراة الكويت ومكاو أعلى نسبة تسجيل، حيث تمكن المنتخب الكويتي من الفوز بنتيجة 10-1، ويبدو أن هذا الرقم قريب من الرقم القياسي لأعلى نسبة تسجيل في مباريات تصفيات كأس العالم المسجل باسم المنتخب النيوزيلندي عندما فاز على منتخب فيجي في تصفيات كأس العالم 82 بنتيجة 13-0، ولكن يبدو هذا الرقم بعيدا جدا عن أعلى نتيجة سجلت في تاريخ كرة القدم، وهي التي سجلت في عام 85 عندما فاز فريق أربورت على فريق بون أكورد بنتيجة 36-0، وذلك ضمن كأس اسكتلندا. ويعتبر لقاء المنتخبين الكويتي والسعودي هو اللقاء الوحيد في البطولة الذي لم يشهد أي هدف. محمد مبارك كرة معاه بيلعب محمد إبراهيم، محمد إبراهيم بشيله حارس مرمى، حلوة الحقيقة، حلوة من محمد مبارك اللي بيسد ملعب ويمشي الحقيقة، لعبة لمحمد إبراهيم لكن صاحي حارس مرمى اللي هو محمد عيع وبشيله من أمام محمد إبراهيم. راح ينفذ الكورة لعبها إلى محمد عبد الجواد، محمد وبشوت، هذه الكرات اللي بيكون فيها منصورة ضربة مرمى. علي لأيمن لعلي فلاح، علي فلاح يلعبها هي اللعبات المفروض منتخب الكويت الوطني لابد ينزل ويلعب خاص ضغطة، وفرصة طيبة من علي فلاح لما لعبها لمحمد إبراهيم اللي كان أيضا مشارك، وبالتالي أيضا اللعبات هذه تأتي من مكان خطر جدا، طريقتها بلعبة المطر ما فيها تكتيك، وعلي بيلعبها ناحية محمد إبراهيم، بتسقط محمد إبراهيم لكن براسه توصل في حارس المرمى محمد عيه. أعزائي المشاهدين، بعد قليل ومن هذا المكان استاد الملك فهد الدولي تبدأ المرحلة الثانية من التصفيات بلقاءين. اللقاء الأول يجمع بين منتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومنتخب مكاو، اللقاء الثاني يجمع بين منتخبنا الوطني ومنتخب ماليزيا. إذن من سيفوز راح نشوف إن شاء الله بعد شوي. وتعادل المنتخبان الكويتي والماليزي في لقائهما بالمرحلة الأولى بهدف لكل منهما. سجل المنتخب الكويتي اللاعب أيمن الحسيني، بينما سجل هدف التعادل لماليزيا اللاعب عثمان عدنان. الله 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 يا الحسيني يا أيمن الحسيني، هدف جميل أيمن الحسيني، شوف 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 أيمن الحسيني، أيمن الحسيني، برافو
الكره هذه باليسار قويه على طول. شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده ردت من المدافع سته اللي هو احمد يوسف وراحت على طول الى ايمن الحسين. يلا كورنر باقي نص ساعه ما ضرب ربع ساعه لعبت الكره ويقول حمود فليطح مدير المنتخب الكويتي إن لاعبي الفريق قدموا مستوى جيد خلال المرحلة الأولى للبطولة وذلك لتكاتف الجميع وتفانيهم في سبيل مصلحة المنتخب الوطني. الواجب اللي عليه يمكن حقق أو عمل مستوى يمكن غير متوقع من قبل الجماهير، هذا بفضل التكاتف وإخلاص الجميع من إداريين ولاعبين وجهاز فني. طبعا كان بإمكاننا يمكن نحقق مستوى أفضل وبإمكاننا نطلع في 5 نقط على الأقل، ولكن ظروف المباراة ظروف الجو هذه جميعا أثرت، والحمد لله انتهت المرحلة. إحنا في مقدمة الفرق برصيد 4 نقاط وفارق الأهداف عن المملكة العربية السعودية وماليزيا. لم تحظى المرحلة الثانية لتصفيات المجموعة الآسيوية الخامسة سوى باهتمام قليل من قبل الصحف اليومية الصادرة هنا، وقد أجريت العديد من اللقاءات الصحفية مع مدرب المنتخب الوطني جواد مقصيد تحدث خلالها عن استعدادات فريقه للبطولة. كما ذكرت بعض الصحف أن مهاجم المنتخب السعودي ماجد عبدالله سيشارك مع فريقه في أولى لقاءاته أمام مكاو. أعزائي المشاهدين انتهت رسالتنا اليوم، تابعونا خليكم معانا إن شاء الله يوم الأحد برسالتنا الثانية مباراة الكويت ومكاو. مع السلامة. البطولة الثانية عشر للأندية أبطال الدوري لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم، وحقيقة من اقترح أن تقام مثل هذه البطولة، بطولة أبطال الدوري أبطال الكأس، أنا حقيقة مؤيد لهم ومعاهم، لأنها هي جناح من الأجنحة مساعدة لدورة كأس الخليج لكرة القدم للمنتخبات، وأعطت الكثير والكثير هذه البطولة، صعود نجوم مجموعة من النجوم في مثل هذه البطولة. فنؤكد على استمرارية هذه البطولة سواء بطولة أبطال الدوري أو أبطال الكأس، وإن كانت أصبحت لنا مشاركات مهمة كثيرة، لكن هذا لا يعني أن لا نلتقي مثل في مثل هذه البطولات. كان ممثل الكويت كاظمة عندما أطلقوا عليه السفير، فالكاظمة السفير كاظمة والعربي القطري، واستطاع كاظمة أن يفوز بهدف مقابل لا شيء. أقيمت المباراة بتاريخ 13 ديسمبر 1994 على استاد طحنون بن محمد آل نهيان بمدينة العين. سجل الهدف نجم نادي كاظمة ومنتخبنا الوطني صالح المسند. مثل كاظمة كل من خالد الفضلي في حراسة المرمى، عبد الله الدوسري، عبد العزيز الهندي، محمد عبد الرحمن، عادل صلبوخ، عبد الحميد العسعوسي، فواز بخيت، بدر حي، أحمد إبراهيم، عادل ذكر الله، صالح المسند. كل أسف يعني بعض الأسماء غابت عن الساحة، ما عاد يمكن الآن عبد الحميد العسعوسي، بدر حي متواجدين، خالد الفضل موجود أيضا، لكن البقية بكل أسف ابتعدوا عن الحركة الرياضية سواء على مستوى نادي كاظمة أو على أي مستوى من المستويات. مثل العربي القطري كل من أحمد خليل في حراس المرمى، وأحمد خليل ما شاء الله الآن هو من خيرة مقدمي البرامج بدولة قطر الشقيقة، محمد يحيى، عبد الله حسن، علي صليطي، محمد دهام، وكذلك محمد دهام الآن موجود في قناة الكاس القطرية، صلاح الملة كذلك، عبد العزيز سالم، يوسف بخيت، خليفة سالم، جمال خليل وخليل المالكي، وأدار هذه المباراة الحكم من الإمارات سالم سعيد، والمساعدين سعد ربيعة خميس الاثنين من السعودية. تلعب الكرة مع العربي، 5 يحصلها يوسف بخيت، وكرة ملعوبة الشوط الأول بدايته للعربي عبد العزيز سالم، بخيت يلعبها طويلة مدريلة، فواز بخيت يحصلها كاظمة، فواز يلعبها عرضية جهة الشمال يرجعها مرة ثانية إلى عبد الله الدوسري، عبد الله يتقدم ومعه أيضا خليل المالكي يلعبها
طويله قدام الى المسند وتلعب، لكن يدخل ايضا بتوقيت السلم احمد خليل. احمد خليل يخلص العربي من كره المسند. حجي والعسوسي، عبد الحميد العسوسي يلعب على طول، عبد العزيز الهندي يلعب له كره عرضيه وتوصل الى الله صالح. جول 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 المسند. المسند يسجل في اخر اربع دقائق هدف كاظمه، كره ارتدت من اكثر من لاعب. شوف لو عطانا اياها المخرج بالبطيء، صالح المسند هدف كاظمه في دقيقه 41. كره ركنيه يرفعها العسعوسي والهندي كاملة. شوف تتهيأ ايضا براسه اللعب الى عادل صلبوخ، ترتد من حارس المرمى والمسند يستعد له وتسديده قويه ببطن المرمى. الهدف الاول لكاظمه في دقيقه 41. صالح المسند ضربه مرمى الشوط الاول، الوقت الاساسي انتهى من زمن الشوط الاول. كاظمه واحد العربي لا شيء، الكره ملعوبه توصل الى عادل صلبوخ الضيع، محمد يحصلها دام من العربي ويصفر حكم المباراة سالم سعيد من الإمارات. معلن انتهاء الشوط الأول بهدف واحد لكاظمة، العربي القطري لا شيء. إلى عادل طلبوخ يحاول من أمام علي الصليطي، تطلع ضربة مرمى. 48 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وكاظمة واحد العربي لا شيء. ضربة مرمى ويصفر حكم المباراة سالم سعيد. مشاهد الكرام، كانت هذه آخر فقرة، وقبل أن نودعكم مشاهد الكرام ونحن نعيش هذه الأيام أعيادنا الوطنية، أعياد التحرير وعيدنا الوطني، لابد وأن نستذكر أمراءنا الراحلين. أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه، والأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح بطل التحرير، وأميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غفر الله له قائد العمل الإنساني. ونستذكر شهدائنا الذين ضحوا من أجل الكويت لنعيش ويعيش أبناؤنا وأحفادنا أحراراً بقيادة سامية من أميرنا الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره وحفظه الله، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت دائماً وأبداً بشعبها الوفي بقيادتها السياسية دائماً وأبداً. قولوا آمين يا رب العالمين. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.